مشاهدي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وزمن الرياضه في هذا المساء حقيقه حافل بمواضيع مهمه، وخاصه مباراه الهلال اللي بيلعب باسم السودان امام الاهلي المصري بملعب السلام بمدينه القاهره تمام الساعه 9 في بطوله ابطال افريقيا. وحقيقة الهلال حقق الفوز في مباراة الأولى بالسودان بهدفين، يعني بيدخل المباراة بمعنويات عالية ومرتفعة، والأهلي خسر المباراة الأولى. وسنتحدث أيضا عن بطولة سيكافا اللي شارك فيها منتخب الشباب. وبزعل كثير جدا أن يكون معي داخل الاستوديو اللاعب الدولي السابق والمحلل ومقدم البرامج زميل عمر النقي. دكتور عمر مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مرحبا بك اخ معتصم، ومرحبا بعنات الشروق، ومرحبا بزمن الرياضه، ومرحبا بالمشاهد العزيز. طولت من زمن الرياضه؟ طولت والله شديد يا اخي، فتره طويله. اهلا ومرحبا بك. ان شاء الله الليله انت جيتك دي تكون مع انتصار الهلال باذن الله. الله ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله باذن الله. بدايه مشاهدي الاعزاء، حنبدا بالمنتخب الوطني اللي بيشارك في بطوله السيكافا اللي يفترض كان يشارك فيها المنتخب الاول، والان بيشارك المنتخب الشباب. كابتن النقي، بطوله السيكافا في هذا الوقت بالذات، ويمكن المنتخب السوداني الاول ما بيشارك وبيشارك منتخب الشباب، في بدايه حدثنا عن سيكافا عموما، كونه مشارك في سيكافا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، هو مهم جدا السودان يشارك في سيكافا، وانا المره اللي فاتت حزنت جدا انه المنتخب ما شارك في المنافسه الكبيره بتاع السيكافا. وكان بعيد عنها، وبفتكر لدرجه كبيره جدا بتخصم من هذه عدم المشاركه من شكل التواجد الموجود، سواء كان على المستوى الفني او على المستوى الاقليمي، لانه ده الزون اللي بنلعب فيه. دي حتتنا. ده زون 5، ده هو حقنا نحن مع باقي شرق وسط افريقيا. بالضروره نحن لو ما قدرنا نتعامل مع الزون اللي بنلعب فيه، يبقى صعب علينا عشان نتعامل في مباريات زي حقه الهلال الاسدي. كلام سليم. مع زون ثاني، يبقى بالضروره نحن يكون عندنا تواجد موجود في سيكافا. نعم. وعلاوه على كده، لانه ذاته رئيس سيكافا سوداني. سوداني. ليك كلام. تحياتنا له دكتور معتصم جعفر. كلام سليم. فانا بفتكر انه لازم يكون تواجدنا موجود، ولازم يكون تمثيلنا موجود. انا بفتكر المشاركه في سيكافا مهمه جدا. وبعدين في يا معتصم، في 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 بالمناسبه فهم مغلوط. الناس بتتكلم عن ضعف سيكافا. نعم. انت بتتكلم عن ضعف سيكافا وانت ضعيف. يعني انا ما قادر افهم الضعف اللي بتتكلم. يعني انت محتاج تقوي نفسك. ده كلام سليم. من الحته الصحيحه. والان ما عاد زون سيكافا ضعيف، لانه كاس الامم الافريقيه اللي اتعمل في القاهره ده، شوف في كم فريق من اوغندا، في كينيا، ومشوا. نعم. مراحل متقدمه. نعم. وقدموا مستويات ممتازه جدا. نعم. بالذات الفريق الاوغندا. ده كلام سليم. وده الزيمه نحن الزون نحن بنلعب فيه. يبقى بالضروره المشاركه في مثل هذه البطولات حتى تساعد في اعدادك، لانه انت ذاته اعدادك اشكاليه. ده كلام. انت مع كلمه اعداد دي، نحن نمشي نشوف زميل عشاي عنده لقطات او تقرير عن الاعداد، ثم نعود نتواصل. الحمد لله، يعني احنا بدينا قبل يعني فتره، يعني ممكن نقول يعني بحسابات الدوري كانت ضيقه جدا، لكن في النهايه في تجمع وفي معسكر بالنسبه للمنتخب، وكذلك يعني اعتمادنا الكبير على جاهزيه اللاعبين من خلال اداء مباراه الدوري، فقط بينقصنا الانسجام. احنا في النهايه بالنسبه لنا كل المنتخبات يعني باتجاه مقفولة، يعني ما بنقدر نتكهن انه الافضل. منطقه شرق وسط افريقيا، المنتخبات الافريقيه كلها تقدمت تقدم كبير جدا في السنوات الماضيه، نسبه لعمل كبير وجهد وتخطيط. فبالتالي كل المنتخبات نحن نعتبرها منتخبات قويه، وان شاء الله نوعد الجمهور. برضو احنا لدينا منتخب شاب وثقتنا فيه كبيره جدا، عناصر من مختلف الدوريات، سواء كان ممتاز او وسيط او عندي الدرجة الأولى بولاية الخرطوم أو دوري اتحاد الخرطوم.
واثقين فيهم كل الصيغة، ثقتنا فيهم كبيرة جدا، وإن شاء الله أنا وعد الناس إنه نقدم بطولة جيدة جدا ونخطو فيها خطوات جيدة جدا إن شاء الله. أسمح لي إنه في يعني أشكر الاتحاد، إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، إن هي أدتنا الصيغة، منحتنا الصيغة إنه كجهاز فني ولمنتخب شاب، وكذلك هذا المنتخب الشاب للمشاركة في بطولة السكافة للكبار. أعتقد فرصة كبيرة جدا وصيغة كبيرة جدا، دي بتدل على إنه في اهتمام كبير جدا بهذه المنتخبات السنية، وهي النواة الحقيقية للمنتخب الكبير اللي هو بيشارك في تصفيات الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم. بكم من جديد، رحب بكابتن النجاي. كابتن النجاي، كابتن محمد موسى المدرب المنتخب الشاب يتحدث عن انه يعني اختيارهم بدل المنتخب الاول يعني اداهم دافع نفسي كبير. تكلم لي شويه كابتن النجاي، واحد من اللاعبين الدوليين، التاثير النفسي على اللاعبين وانهم يشاركوا في موقع او في مكان المنتخب الاول. نحن عضضنا في انه لازم نشارك، نعم، يبقى بالضروره ما نشارك من اجل المشاركه. نعم، افترض انه نشارك من اجل انه نسهم بصوره كويسه عشان يكون عندنا هدف نقدر من خلاله نعمل هذه المسألة. وللأسف الشديد في معظم الأحيان نحن قاعدين نشارك من أجل المشاركة فقط. نمشي بس. فلا بد من إنه شكل المشاركة يكون شكلها نوعي مختلف، إعداد مختلف، تجهيز مختلف. الهدف ذاته من شكل المشاركة. أنا بفتكر إنه اختيار منتخب الشباب إنه يمشي يشارك، بفتكر برضه حاجة كويسة، لأنه ديل شباب، هم لما تقول شباب معناه هم المستقبل. كلام سليم. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هؤلاء الشباب انت تجميعهم كيف؟ بيجيبوا من وين؟ شكل الدوريات اللي بيلعبوا فيها، كانوا بيلعبوا وين؟ ده سؤال كبير جدا، لابد من انه يجد الحل من الاتحاد العام. كويس؟ والكلام اللي بيقول في محمد موسى ده مهم، صحيح انه انت ادوك فرصه وعملت الكلام ده وكده، لكن عشان تعمل انجازات وتبقى في ناحيه معنويه كبيره جدا ونفسيه بتساعد هؤلاء الشباب في انه يستمروا قدما، انه لابد من انه يجهزوا الصوره السليمه اللي بتساعدهم في انه يحققوا نتائج طيبه. صح. عشان ما تبقى المشاركه شكل مشاركه وبعد ذاك يبقى فيها اشكاليه نفسيه بالنسبه للاعب في المقام الاول، وبعد ذاك بالتالي تبقى المزله زي مشاركاتنا السابقه كلها. وثاني كل مره من وين ذاته معروف، وده نتائجه معروف، انه نحن عندنا اشكاليه في الاعداد، عندنا اشكاليه في شكل الاختيارات، عندنا اشكاليه في عدم وجود المراحل السنيه، عندنا اشكاليه في عدم الدوري المتعلقه بهؤلاء الشباب والناشئين وخلافه، ودي مشكله كبيره جدا لابد ان تعالج. نحن لو دارين نمشي في الاتجاه السليم في انه نقوي الكوره بتاعتنا دي ويكون شكلها مختلف عشان نكون يشار الينا بالبنان زي الفرق الاسي من الزون اللي نحن بنلعب فيه ده، هي الان بنتكلم عنها زي اوغندا وزي كينيا ومشت، نحن الفرق دي في السابق كنا بالمناسبه بنتغلب عليها بصوره، وتنزانيا كنا نتغلب عليها بصوره كبيره جدا. فلا بد من انه نهجنا يكون مختلف من اللي نحن شغالين فيه. نحن الان شغالين شغل ما صحيح، شغالين شغل ما قاعد نهتم بهذه المسائل، ما قاعد نهتم بشكل التجهيز، ما قاعد نهتم بشكل إفراد ميزانيات معينة واستراتيجية معينة، حتى إن كانت موجودة لم يكن هناك ميزانيات لهذه الاستراتيجية حتى نستطيع أن ننجزها بصورة سليمة، اللي بيساعد لدرجة كبيرة جدا المدرب واللاعب والإداري وخلافه في إنه نحن نقدم وبالتالي نرفع اسم السودان. وإلا بتبقى المشكلة مشاركة زي ما بنمشي ونجي. نعم، هي دي مشكلة حقيقة. أنت يمكن طرقت نقطة مهمة جدا، عدم وجود مراحل وكيفية الاختيار، يعني اللاعبين اللي بعد يجوا والمنافسة انتهى حيمشوا وين؟ يعني حيرجعوا بيلعبوا وين؟ وانا اختارهم كيف؟ وكابتن محمد موسى يختار اللاعبين من وين؟ صحيح، يعني دي مشكله فعلا حقيقيه. صحيح، ولا لانه المفروض تكون يعني الوضع الطبيعي اللي بيحصل المفروض تكون في قنوات موجوده معروفه. نعم. في شكل الاختيارات، في شكل التواصل المتواجد، والطريقة في شكل الطريقه، في شكل الاعداد السليم، في شكل المساله، المساله دي ما موجوده وللاسف الشديد ذاتها ما في امكانيات متاحه خلينا نتكلم بوضوح للاتحاد العام في انه تساعده في انه يعمل الكلام ده. يبقى انا بفتكر انه يفترض ان تكون هناك معايير ثابته جدا لكل الجهات اللي بتشتغل في هذه المساله، في الانديه في خلافه، انه يكون عندها اهتمام بالمراحل السنيه داخل الانديه ده. والا يبقى في اشكاليه في انك انت تكون في الممتاز، طلع لائحه زي دي. المشكله شنو؟ قول اي فريق يكون في الممتاز لازم يكون عنده مراحل سنيه. لا يفترض، هي المشكله يعني ما في مشكله، اعمل دوري بتاع مراحل سنيه. نعم. اعمل دوري بتاع ناشئين، اعمل دوري بتاع شباب. الان المؤسف
يعني انا بقول الكلام ده ممكن اي زول بيسمع اسف في البرنامج ده بتجيه القصه دي في راسه. انت في 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 شارعك في حيك جنب بيتكم بتلقى في مواهب موجوده مهدره ضايعه. الان ده تاثيره واضح جدا وين؟ في الدوري الممتاز اللي احنا قاعدين صح. وفي المنتخب صح. بتلقى الناس الشغالين اللعيبه الشغالين في الممتازه عددية معينة من اللاعبين لافين في الحلقة المفرقة دي صح. بتلقى المنتخبات حدث ولا حرج عشان تيجي تختار منتخب إشكالية كبيرة جدا. يبقى أنت بتسابق في الزمن تدعب تعب شديد جدا سواء كان على المستوى الإداري أو على مستوى الجهاز الفني في أنه يقدر يطلع صورة كويسة وتكون مشرف. هو ما بيقدر الكلام ده مهما ما بيقدر. ما هي المزالة دي ما فهلوة صح. المزالة دي معطيات نعم. وبالتالي من خلال هذه المعطيات انت بتكون داير نتائج نعم. يبقى انت المعطيات الاساسيه ما بتعملها يبقى ما بتكون في نتائج. ما عندك اي نتائج بعدك اذا في نتائج دي ما حقتك. ده حاجه بس جات دي حاجه صفة. خليها بعدك نتكلم عنها حقت الله دي لكن دي ما حقتك. ده كلام سليم نعم. ده كلام سليم. ويمكن ده بعدين بيرجعنا لما نيجي نتكلم عن الاهلي والهلال وعموما ده حيرجعنا للنقطه دي. كابتن نجي يعني مجموعتنا يعني انسحب منها منتخب جنوب السودان نعم. وكان قد ديمقراطيه. المجموعه الان فيها تنزانيا وكينيا وزنزبار وهنلعب مباراه اولى مع زنزبار. ولو لاحظنا الثلاثه فرق او الثلاثه منتخبات متطوره جدا صحيح نعم. شوف الكره في القاره الافريقيه الان ما عادت زي ما الناس بتقسمها زمان نعم. يعني نتكلم عن الزوم بتاعنا ده بالذات زمان كان شكله ضعيف امكانياته كانت ضعيفه شكل الاهتمام بشكل الناحيه الكرويه بقى ضعيف. الان الكره اتطورت بشكل كبير جدا بقت فيها نواحي علميه بقت الناس بتشوف بقت الناس بتعرف بقى الاتجاه لها عشان اي زول يمشي في الاتجاه ده بالضروره هو بيعمل الحاجات الاساسيه اللي بتقدر تمشيه صح. وبالتالي هم نهضوا نهضه كبيره جدا في هذا المجال وفاتونا. خلينا نكون واقعيين يعني احنا هسه اذا جيت انت في الترتيب وفي شكل الحاجات وفي شكل المشاركات وفي شكل النتائج بتلقانا احنا بعيدين جدا او في حتى في شكل الممارسه الموجوده داخل القطر احنا بتلقانا فيها اشياء كثيره جدا غايبه عندنا ما قعدنا نمارسها عشان نقدر نطلع بها تيم نقدر ننافس به ننافس به. بالتالي نازل مع ضعيفين نازل نازل فاتونا نازل اشتغل الشغل صح يتقدموا الان بيمشوا خطوات كبيره جدا عندهم الناس بيلعبوا خارج البلد عندهم ناس بيعملوا اكاديميات اللعب الخارج البلد ده ذاته بيخلي العالم نحوك بيجي وبيعمل لك اكاديميات وبيهتم بك لانه في عناصر موجوده والكلام ده للاسف الشديد في السودان اكثر من الدول دي نعم. لكن احنا مهملينه ومهدر يبقى بالتالي انت ما بتقدر تستفيد من كل المعينات اللي بيجيك حتى على المستوى الخارجي او حتى النظره اللي بتكون من لا من 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 الخارج من الخارج تجاهك بتبقى ضعيفه جدا وما وجهك لانه الى الان احنا ما عندنا لاعب احترف بالصوره الاحترافيه الحقيقيه المعروفه يعني فخلينا نكون واقعيين يعني لذلك انا بفتكر انه في مثل هذه المناسبات تخلينا احنا نرجع خطوات للوراء عشان نرتب اوضاعنا ونقدر نمشي بالطريقه السليمه والطريقه السليمه دي اساسا هي ما محتاجه لا يا استاذ معتصم نعم لكلام كثير ولا لحاجه كثيره اذا حتى انت ما قادر تجيب الناس المفكرين اللي بيقدروا يفكروا ليك او الناس اللي عندهم خبرات او الناس اللي انت شوف الناس برا بيعملوا في شنو نعم. ما كره القدم دي كره القدم في اي حد. في اي مكان في اي نعم. مكان نعم. وكل وقوانين وقواعد وحياتها كلها واحد وفي النهايه انت بتلعب مع ناس 11 ضد 11 بعدك بيبقى الفريق في ان انت جهزت قدر شنو وعندك من الفكر قدر شنو نعم. في هذا المجال لانه المزاله فيها علميه بحته ونحن المزاله دي ضرب من بها عرض الحائط على ما شغالين بها نهايه نعم. يعني لو لاحظنا كابتن عمر موريتانيا لاحظناها في البطوله الافريقيه صحيح يعني تنزانيا كينيا موريتانيا قبل 6 سنه يا معتصم كانت التصنيف في التصنيف اخر دوله في نعم كانت اخر دوله الان متقدمه الان هي مش كذا هي نعم. موريتانيا بتنافس نعم أي. وعندها لاعبين محترفين شهادتهم في الدوري المصري أي. نعم عندنا دول انفصلت يعني اسف مثلا ناميبيا انفصلت من جنوب افريقيا حديثا هي نعم. بتشارك نعم كان عندنا انغولا وعندنا نعم. عندنا توغو دول لعبوا في كاس العالم لعبوا كاس العالم حقيقي دي دول نحن بالنسبه لنا في تاريخنا اللي بنتكلم عنه الكروي فايتنا كثير دي ما فيش نعم ما كانت موجوده للاسف نعم لكن احنا بقينا زي 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 شعبي ماضي كده بنتكلم عن الماضي كثير نعم. انه نحن سوينا القصه ما عادت ذكريات ولا عادت تاريخ صح التاريخ خدته عشان يدعمك لقدام لكن شنو انت عملته ما بعد اللي عملته تاريخيا ده كلام صح نحن ما عملنا حاجه وقفت في انتك بره رجعتها بالضبط كده نعم. فدي اشكاليه كبيره جدا يعني الاشام الوحيده اللي قاعده بغض النظر عن شكل الحاجات جهه كيف انه شلنا كاس الامم دي سنه 70 لكن جينا من 72 نعم يعني 22 سنه
والله ما عارف من 76 سوري 22 سنة. نعم نحن جينا خشينا في 2008. نعم وخشينا في 2008 مشينا شاركنا جينا الطيش وما جبنا ولا هدف هزام بثلاثات لانه القصة مش سهلة. نعم يعني الله ادانا بس نحن شو داير اكلمك انت لما زعلت الكورة دي داير تشتغلها يا تشتغلها بطريقتها السليمة يا تسيبها يا تخليها وما تنتظر لك نتيجة عشان الناس ما تقعد ما ترفع سقف في الناس والجمهور ده بالمناسبة بعاني ويشتغلوا في الواتساب ايوه وبيعاني دار ذاته يفرغ حياته من خلال الوسط الرياضي ده وده ملازه اديه الحقيقة انت ما تديه غش غش وبعد ذاك هو يقوم يبني امال على شيء ما عشان تحبطه زيادة على شكل الاحباط الموجود. نعم كلام سليم كابتن النجي. انا يعني اتمنى لمنتخبنا كابتن محمد موسى الانتصار رغم الظروف الموجودة و حقيقة ان احنا بنعول كثير على الحاجات اللي زي ما قال كابتن عمر قبل شوية الاهتمام الموجود من الفنيين على ارادة ربنا سبحانه وتعالى. نمشي للهلال ويا ريت لو عندنا تشكيلة الهلال قبل ما نخش في هيلعب كابتن النجي جمال سالم. نعم عبد اللطيف بوي. نعم فارس. في مع الاثنين في الدفاع في منو يا عشاي؟ الوسط لا طيب نمشي الوسط في شغيل وفي بعقلة ومحمد دراج نزار حامد سليم في الهجوم في محمد موسى باقي اللاعبين عندك ولا دي بعد ال يا عشاي لو عندك باقي اللاعبين يمكن دي مجموعه ده عدد ده بعض اللاعبين اللي ظهروا في التشكيله يا كابتن النجي. نعم. نحن قبل ما نتكلم عن تشكيله الهلال بصوره كامله دارين نتكلم في البدايه عن الظروف اللي بيلعب فيها الهلال يا كابتن النجي. نعم. الهلال لعب مباراة وانتصر داخل الخرطوم والأهلي لعب مباراة خارج مصر وانهزم. أنا دارك تلغي الضوء على العبء الحقيقة على الأهلي والعبء الحقيقة على الهلال وظروف المباراة للفريقين. يعني أنت شايف الفريقين كيف واحد منتصر واحد منهزم وده الأهلي بكل صولجان واللي أنت بتعرفه. طيب ده الظرف اللي أنا أرجع لك للتاريخ شوية. يعني عبر التاريخ مباريات الهلال والاهلي الهلال بيكون عنده فيها وقفات. صح. يعني اذا تكلمنا مثلا 87 وكنت شاهد عصر على هذه. نعم. المزاله. نعم. معروف لكل الناس الاهلي شال البطوله كيف. نعم. لو جيت تكلمت عن 2004 اللي انت بتتكلم عنه عن الهدف بتاع ريتشارد اللي حصل ده. نعم. معروف حصل شنو بالنسبه للاهلي. اذا جيت تكلمت عن 2006 الفتره الزاهيه 2007 صح الثلاثات اللي اخذها الاهلي الاهلي بقى عنده هوس اسمه الهلال. هلال. ودي مشكله بالمناسبه. نعم. يعني هي دي ذاتها واحده من المشاكل اللي ما تفتكرها حاجه ايجابيه ممكن تكون حاجه سلبيه جدا لانه. نعم. اذا الخصم ده بيحترمك لدرجه كبيره جدا معناه بيتعامل معاك بصوره صعبه بصوره جاده يعني ممكن بتبقى اشكاليه. صح سلاح هي سلاح ذو حدين لكن ضعيف في انه ما يستفيد منها لكن طالما انه عامل لك حساب معناه هو حيعمل عنده قدرات حساب كثير جدا تمام. فلذلك انا بفتكر انه الهلال بغض النظر عن شكل الظهور الظهر به مؤخرا انا افتكر الهلال في الملامات الكبيره عنده وضعه عنده والهلال بيعول كثيرا على بالمناسبه عنده صولات وجولات في البطوله الافريقيه دي. نعم. نعم. يعني عنده خبرات كبيره جدا. نعم. وستة لو لاحظت التشكيله الموجوده فيه خبرات كبيره جدا لو. نعم. مسكت من جمال سالم. نعم. لاعب عنده خبره كبيره جدا مرورا بكابتن الفريق بوي. نعم. مرورا بالشغيل. نعم. مرورا بابو عاغله. نعم. نزار حامد الناس كلهم عندهم خبرات كبيره جدا ممكن يكون في اطهر الطاهر موجود وممكن يكون في ما عارف سموار. نعم. خلاف الاثنين ما قدر يقول لنا العشاي دي. فبالتالي يبقى مباريات زي دي انت بتعول فيها على شكل الخبرات المتراكمه الموجوده عند اللاعبين لانه. دي مباريات بتاع الضغوط النفسيه. نعم. الضغوط النفسيه فيها شكل العبء اللي بتتكلم عنه. صحيح الهلال الان لعب الكره الاولى من بلاتينيو وفاز فيها 2-0 في ارضه وماشي هناك اذا جاب نتيجه ايجابيه كتر خيره ودي بيساعده في انه يمشي لقدام. اذا اتهزم بتبقى المزالة ما بتكون مؤثره كبير زي الاهلي لانه خدت في رصيده والان هو في الترتيب. ما بنقدر نقول صداره نقول في الترتيب. نعم. عشان الالفاظ تكون زي ما هي. نعم. في الترتيب هو الان متصدر متصدر. نعم. بشكل الاهداف. نعم. يبقى الضغط الكبير على الاهلي. الاهلي. صح. جاي لاعب فاقد كوره مهمه جدا امام النجم الساحلي. نعم. وهم فريقين افريقيين كبيرين وعندهم صولات وجولات والاهلي الفريق الاول لا تخفى عين يعني. نعم. في افريقيا من ناحيه الانجازات من ناحيه الوضع وخلافه والقدرات والامكانيات وبالتالي هو جاي يعوض في ارضه لانه اذا حصلت له اي ظروف وان شاء الله تحصل من الهلال في القاهره بيبقى الاهلي موقفه صعب جدا لانه. صح. ممكن في حساباته يكون دخل لهم
فريق ممكن يكون هو مخاطي في حساباته. ده كلام سليم، لانه كل الترشيحات بتتكلم عن الاهلي والنجم الساحلي، ودي بالمناسبه ذاته قوه دفع قويه جدا للهلال. نعم. لذلك انا بعول انه مثل هذه المباريات هي مباريات لاعبين المقام الاول، لانه انت بتجيب فيها التاريخ. يعني هسه لما نحن نجي نسرد بنتذكر طوالي 87 بنتذكر ريتشارد. نعم. بنتذكر داريو كان وخلافه. نعم. بنتذكر الشباب اللي لعبوا في الفتره دي اللي قدروا يسهموا سمات كبيره جدا. نعم. لذلك اللاعبين عشان ما يصنعوا تاريخ لنفسهم لابد ان يكونوا في المواقف الكبيره ومع الاتيام العظيمه. ده كلام سليم، وده مهم جدا، محتاج لدفعه معنويه كبيره جدا. ومفروض الهلال يخش هذه المباراه بصوره فيها الهدوء اكثر من الاهلي. نعم. وده لدرجه كبيره جدا بيخلي لاعبي الاهلي وجمهور الاهلي وجهاز الاهلي الفني وحتى الميديا الموجوده في مصر، ولو شفنا شكل التصريحات وتابعناها يعني تحس انه الناس دول مضطربين، في توتر في شكل الاشياء. نعم. فلذلك انا تابعت التصريح بتاع وائل جمعه، التصريح بيقول نحن حنغلب الهلال رايح جاي. نعم. طيب تبان الكلام ده على شنو؟ نعم. ما هي تمام، ممكن المزعل انا ذاتي هسي اماني انا داير الهلال يغلب ستة. نعم. ما اتمنى. نعم. داير الهلال يغلب. نعم. تبغى تتمنى لي. نعم. عرفت كيف؟ وانت لما الهلال ده اتغلبت غلبك في 1-0 من الكوره بتاعت ريتشارد دي، لما جا قلت بنغلب الهلال ده وجيت اتغلبت 2. نعم. اتهزمت صح. فالمزالة ما أمنيات. المزالة بتاعت 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 واقع. نعم. المزالة بتاعت دوافع. مزالة بتاعت إصرار وعزيمة. نعم. كويس. نحن مقتنعين تماما، الأهلي فريق كبير، الأهلي عنده وضعه. الأهلي داري عوض، الأهلي بيفترض إنه تسيده على القارة الأفريقية مفروض ما في زول يكون بالنسبة له. نحن برضو عندنا دوافعنا. نعم. وبرضو عندنا نحن القوة اللي بتخلينا نقدر نقارع الأهلي ونصارعه، لأنه الآن بنلعب في منافسة واحدة. نعم. ونحن عندنا هدف أسمى وكبير ونبيل جدا. لأنه نحن الأهلي الحاز عليها 7-8 مرات دي. نحن ما حوز هذه العروسة السمراء. نعم. نحن محتاجين عشان نجي نحوز عليها. نعم. يبقى بالتالي دافعنا بيكون مختلف وقتنا بتكون مختلفة. لذلك أنا من شكل التشكيل الآن اللي أنت قلت أنا بفتكر إنه الجهاز الفني عنده فهم معين قاعد يطلع بنتيجة معينة. وأنا بفتكر أي نتيجة ما فيها خسارة بالنسبة للهلال هي نتيجة إيجابية بالنسبة له. نعم. لأنه كونه تنالك خارج الارض نقطة على الاقل بعد ذاك هنا بيتعود على داخل الارض لدرجة كبيرة جدا، وفي مجموعة فيها التنافس محموم وقوي بالفرق من العيار الصغيرة الموجودة دي. انت بالتالي تقدر تعمل موازنات. لو قمت في اي لحظة انت التغطى الغفاز وقدرت تاخذ لك نتائج ايجابية ان شاء الله بتبقى بتدخل الفريق الثاني في مشكلة حتة ضيقة جدا. نعم. أسر الله لا قدر لو لاجي سبب الهلال يتغلب من الاهلي، واتمنى ده ما يحصل، ببقى نحن موقعنا في حته ضيقه. نعم. برضه. نعم برضه، لانه كورتنا الجايه ليه؟ نعم. ما معطيات الاحداث، لانه كورتنا الجايه برضه خارج الارض ومع النجم الساحلي اللي تفوق على منه؟ على الاهلي. تفوق على الاهلي. نعم. بعدين احنا نعتزم في حاجه مهمه جدا احنا برضه حنلعب عليها. الكوره ما عادت في المستطيل. نعم. بمعنى شنو؟ بمعنى انه انت لابد انه يكون في شغل مرتبط بشكل الشغل الفني اللي بيشتغلوه الاجهزه الفنيه، متعلق بالحالات النفسية، متعلق بالوضع بتاع اللاعبين، متعلق بشكل اللياقة البدنية الموجودة، متعلقة بشكل الدعم الكبير جدا اللي بيلقاه الفريق من ناحية الجمهور المتواجد، من ناحية الإعلام. المسألة دي عندها تأثير كبير جدا. وعادة الشمالي فريق ده بيلعبوا على الكلام. والدليل على كلامنا ده هسه لو فتحت زي ما قلت لك، لو فتحت كل الإعلام المصري بتلقاه بيتكلم عن الكورة دي بصورة فيها استخفاف، لكن فيها نوع من التوتر. نعم. وده حقه نحن يكون لنا دافع قوي جدا. ويكون لنا رد داخل المستطيل لهذه التصريحات اللي درجه كبيره جدا عندها تاثير بالمناسبه. نعم. يعني من ناحيه نفسيه حتى على اللاعب الاهلي عندها تاثير. على الاهلي عندها تاثير لانه بيجي في ضغط عالي جدا. نعم. وكره القدم محتاجه العنصر الاساسي اللي فيها هو التركيز. اذا انت جبت زول مضغوط ضغط كبير جدا يبقى تركيزه بيقل. نعم. اذا تركيزه قل بتبقى عنده اشكاليات في شكل التعامل مع المواقف. ده كلام سيء. كابتن نجاي ده ازل من حاجه طبعا. مهمه برضه، نقطه مهمه جدا. كابتن نجاي، يعني نحن نعترف انه احنا في السودان قدراتنا وامكانياتنا يعني حتى على كل المستويات الاقتصادية في كثير من المشاكل، حتى الكلام كنت تتكلم عنه انت قبل، المراحل السنية ما موجودة، لو مسكت الاهلي عنده مراحل السنية، الزمالك، حتى ادنى فريق في مصر عنده المراحل، متفوقين علينا في حياة كثير جدا، لكن مجرد ما كانت في مباراة بين فريق مصري فريق سوداني الناحية النفسية انا لاحظت لها تابعتها بتلعب دور كبير جدا. صحيح. وانت واحد من الناس اللي مارستها، الحاجة دي قدر شنو ممكن تكون عندها تأثير؟ عندها تأثير كبير جدا.
شوف المزالة النفسية في كرة القدم هي أساس، ونحن للأسف برضو ما عندنا يعني ما قاعدين نهتم بها كثير. نعم. لكن أنا عشان كده قلت لك دي مباراة لعيبة. يعني اللاعبين هم مفروض يكونوا ماخدين المزالة دي محمل الجد لحاجات كثيرة جدا. ومفروض يكونوا متعاملين معاه بناحية نفسية مختلفة. وإثبات ذات وتواجد. كويس؟ بالنسبة لأنه يعني شوف أنت قدر ما تحس أنك أنت بتلعب مع تيم فايتك بحاجات كثيرة أنت في قرارة نفسك مقتنع بها. نعم. وديك لنموذج هنا مثلا نحن لما نكون لاعبين زمان لما نكون لاعبين في الممتازة أو زمان الدوري كان الدوري العام ده الأتيام الأقل من الهلال والمريخ بتيجي تلعب ضدك بقوة. لو شفت كورة اللي بتلعبها ضدك أنت وتجي تتفرج مع فيهم في مع ناس ثانيين بتقول دي قصة منتهية. ده كلام صح. يبقى شوف الإحساس بينك أنت بتقارع عليك زول عنده وضعه تقارع عليك زول أنت درتز بذاتك معه دي بتطلع كوامل. ما كرة القدم دي تعريفها تعريفها يا أخ معتصم كفاح. فعلا. اسمها لعبة الكفاح. يبقى الزول اللي بيقدر بيطلع شكل الحياة دي بصورة قوية في اللحظة الآنية اللي بتستدعي هذه المسألة يبقى أنت استغليت الظرف. لكن ده كمان أنت عارف تقدر تطلعه إلا إذا أنت مهيأ له. طيب أنت مهيأ له كيف؟ مهيأ له مفروض تكون حالتك البدنية ممتازة، إعدادك ممتاز جدا، حالتك النفسية مستقرة، أجواءك حولك مستقرة عشان تقدر تنفذ الأهداف الداخلية حقك أنت كمحارب. نعم. كمحارب خلينا نقول كده. نعم. كمحارب في القتال ده. يبقى بالتالي ما في حاجة صعبة. نعم ممكن. كويس. والهلال الليلة ممكن يعمل فعل السحر ويصنع أنا ما أقدر أقول المستحيل لكن ممكن يقدم أداء رجولي ممتاز جدا والنتائج دي في الغيب. في عيد ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى لو نحن أدينا أداء ممتاز. أدينا أداء قوي أدينا معناه نحن عندنا المقدرة نقدر نطلع الحياة الكاملة اللي عندنا عشان ما نقدر نصهر بها بصورة كويسة يبقى عشان كده نهيئ الناس اللي حيقدموا لنا الحاجات دي بصورة مختلفة بصورة طيبة. طيب نحن نتكلم عن التهيئة كابتن النقي هل نحن في السودان هنا بنهيئ لعبنا بالطريقة المثلى ولا الظروف اللي نحن ذاتها موجودين فيها والسيستم الموجود هو واقف حجر عسرة لا نحن ما بنهيئه بالطريقة السليمة وعشان كده حقه ما نضغطه يعني ما نطالبه كمان بالحاجات الصعبة كويس وما نرفع الطموح ساكي لأنه انت هسه زياد تتكلم عن لاعب كرة القدم ده اللي هو الآن انت هسه بتقاتل به نحن ما معدين اعدادات يعني ابسطها انا ما مرحلته ولا دخلته مراحل سنيه ولا اديته جرعات علميه يعني انا ما علمته الكوره جيت طوالي دربته كره القدم بتعلم يعني كلام سليم يعني في فترات هي بتعلم بعدها لحد ما تتدرج حتى تبقى بعدك تتدرج نعم وبالتالي دي بتساعدك في شنو بتساعدك انه انت العقل بتاعك بيكون مختلف المنتاليتي بتاعتك بتكون مختلفه بتقدر تطبق ذاته تقيرتك وقوتك القلبية في شكل التعامل مع شكل هذه المواقف بتكون مختلفة لأنه مش حز وعندك قناعات وعندك القدرات بحاجات قوية إضافة لأنه شكلك البدني بيكون مختلف أصلاً دي التلات عناصر الأساسية اللي أنت بتكتسبها من المراحل السنية من تحت العقل بتاعك وقلبك وجسدك ده كلام صحيح يبقى ديل بيساعدوك في أنك أنت تقدر تنفذ اللي أنت دايره ده يبقى بعدك بيبقى كرة القدم عشان كده بقول لك مبنية على البذل والعطاء يبقى أنا لكن لو ما عندي إمكانيات للبذل بنهار ما اقدر نعم لو ما عندي امكانيات للتفكير السليم في اللحظه الانيه المعينه بغيب ذهنيا يبقى في صراع افكار انت حتى على مستوى الاجهزه الفنيه بيكون ما فيش بيبقى اذا انا ما اتبنيت من ناحيه بتاعت من غيره سليمه بيبقى انا ما عندي قوه بتاعت احتمال في انه يعني يقول لك والله اللاعب ده عليه احنا هسه زعلانين وما تعشينا وشنو بتاع انا بضحك وانا طلع مع ناس وسوى كده عرفتها المزاله دي كلها انت بتبنيها في اللاعب ده ما تجي من فراغ يبقى خلينا احنا نقول انه نحن مفروض نشتغل الشغل العلمي السليم اللي بهيئ لنا لاعبنا ده عشان نطلب منه اقصى ما عنده الان الحاجات اللي بتتعامل دي بتتعامل بمجهودات سواء كان مجهود اداري في شكل الصرف في شكل الحاجات سواء كان على مستوى الاجهزه الفنيه في شكل التعامل مع الحاجات لانه ذاته اللي بيعاني منه اللاعب ده بيعاني منه الجهاز الفني بالمناسبه الاجهزه الفنيه الموجوده ويبقى بالتالي اذا الاجهزه الفنيه عندها قصور في شكل الحاجات يبقى فاقد الشيء لا يعطيه تبقى في اشكاليه كبيره جدا في انه يدي الزول ما ده تعليم المشكله تبقى يا كابتن النقي هتجيبه من وين الشخص اللي ما عارف والان اللي بيتكلم في الميديا بيكون متخيل ومتهيئ انه ده الفريقين مفترض الهلال يعمل زي اول المريخ يعمل الشبه يعمل يبقى واهم ما انت كمان مشكلة. انت كمان لما تجي عشان تقيس وتطلب الحاجات اطلب المستطاع لانه اذا انت رافع سقفك وما عارف شكل الجهه الطالب منها شكل الحاجات دي بتبقى في اشكاليه كبيره جدا خلينا نكون واضحين يعني ده الحاصل
فخلينا نحن بواقعنا بواقعنا نجتهد ونطلب نتائج عشان نثبت ذاتنا. نعم. عشان نثبت ذاتنا في شنو؟ عشان ذاتها مفروض نحن نلتفت على شكل اللي بنعمله ده يبقى كإشراغة تخليك تغير المفهوم الحاصل في ده اللي بنقوله يعني. نعم. كله تحصل إشراغة في الوسط الرياضي ده وبالذات في كرة القدم حق الناس تستغلها الاستغلال السليم في انه تغير بها شكل الواقع المائي تحركنا ده. ايوه شكل الواقع المائي ده. يعني نحن محتاجين يكون في اهتمام للرياضة دي من الدولة ومن الناس ومن خلاف ومن كده، محتاجين بانه يكون التعامل معاه بشكل مختلف في شكل القوانين بتاعتها في شكل حاجاتها عشان نقدر نعمل الاشياء اللي بيعملوها الناس. نعم. لكن شكل العشوائية والهمجية اللي بتشتغل بها انت. نعم. بيخليك انت بتجتهد يعني بعدك بتبقى مثلا نعم اجتهاد بتبقى بابتهاد ولا المجتهد نصيب يعني اذا اخطا واذا وله اجران اذا اخطا. نعم. فبالتالي بتبقى مثلا خلينا نفكها. نعم. في شكل مختلف. نعم. انا ما داير اعمل القصه ندوه لكن داير اقول انه ده برضو الهلال عنده الامكانيه اللي يقدر يتفوق بها على الاهلي. نعم. لانه الكلام اللي احنا بنقوله ده حدث. نعم. يعني احنا الاهلي ده لما لعبنا مع 87 برضو كان ذات الاهلي بسطوته بقوته بقدراته وامكانياته وخلافه. نعم. وقدرنا نخليه يشيل البطوله بالطريقه اللي شالها بها العالم. نعم. الدنيا كلها اللي يعرفها اي 2004. نعم. نفس المساله والتحديات وكان في بالمناسبه هجمة إعلامية شرسة جدا لو تتذكر الكلام ده. تذكر الكلام. نعم. وفزنا عليهم صح في 2004. نعم. وجينا في 2006 فزنا عليهم. نعم. وجينا في 2007 فزنا عليهم. يبقى ذات المؤشرات اللي خلتنا نفوز عليهم في الفترات ديك على الرغم من شكل الحاجات الأقل منهم في شكل الاستعداد وشكل التجهيزات ممكن تحصل نعم. فلذلك يبقى دي اللاعبين الدور الاكبر بيقع عليهم بالضبط. انا عشان كده بقول دي مباراه لاعبين. نعم واضح. يبقى بالضروره الجهاز الفني يكون اشتغل على اللاعبين، الجهاز الفني يكون اشتغل على كل المناطق القوه الموجوده في الهلال، يحاول بقدر المستطاع يعالج ويكون عالج الاشكالات الموجوده الضعف في الهلال، وبالضروره يكون درس الاهلي دراسه ممتازه. نعم. لأنه يعرف تماما الخصم بتاعه قوته وضعفه وين. الان الاهلي انا بتفرج في الدوري المصري بصوره راتبه. نعم. الاهلي الان عنده خط دفاع قوي جدا. نعم. عنده هجوم قوي جدا. نعم. عنده اشكاليه في وسط الملعب. نعم. وكره القدم تنبني على وسط الملعب. انا بفتكر الهلال الان لو قدر يتسيطر على وسط الملعب ممكن يقدر يطلع النتيجه دي بالطريقه اللي هو دايرها. نعم. طيب انا لو سالتك يعني الهلال شنو في الهلال الان، انت لو كنت الان المدير الفني الهلال اللي بتعول عليه كثير من خلال رؤيتك للاهلي، يعني الاهلي انت شاهدته وسط الملعب وتحدثت عنه انه هو اقل الخطوط، الهلال انت الان بتعرفه تماما، انت لو كنت الان المدير الفني للهلال كنت حتلعب المباراه باي طريقه؟ شوف الهلال الان عنده نقطه ضعف واضحه جدا. نعم. الشغل واحد لواحد فيه مشكله. شكل التعامل في المباريات في الممتاز. نعم. في المباريات اللي بيلعبها الشغل واحد لواحد فيه مشكلة كبيرة جدا. نعم. سواء كان على مستوى الاسترعاب او على مستوى الصراع. وده شغل بتاع تدريب، ده شغل تدريب عالي جدا في انك انت توري الزول كيف انه يتعامل في واحد لواحد. كرة القدم اساسا هي مبنية واحد لواحد. لانه الواحد لواحد ده في الخانة، بالتالي الواحد لواحد بتتعامل في الخانة دي بتبقى تأثير على الخط، والخط بيبقى تأثيره على المجموعة، على المجموعة في الشغل الكلي الموجود. يبقى ده مهم جدا الهلال يشتغل عليه فيما يخصه. الهلال يفترض انا افتكر وده يكون الجهاز الفني درس الفريق كويس وشافه، يفترض يتعامل مع الـ مع الـ مع الاهلي في كلياته. الاهلي كاهلي كاهلي كبير، اي لاعب موجود في الاهلي ده بيكون لاعب عنده قدرات وامكانياته. نعم. طيب في مفاتيح في الاهلي. في مفاتيح في الاهلي. نعم. في لاعب نيجيري خطير جدا، فاحنا الصبحي خطير جدا. احتمال كبير جدا معلول ما يلعب لحسن الحظ، ولو ما بيلعب لانه خطير جدا في شكل بناء الهجمات وفي شكل التكتل الدفاعي الموجود. نعم. يبقى بالتالي والاهلي خطورته في اطرافه. نعم. دي اشكاليه كبيره. نعم. جدا، لانه شوف في شكل التنوع الهجومي. نعم. المربوط بالتدريب في كره القدم، التنوع من ناحيه الهجوم بالذات عن طريق الاطراف هو الاخطر، لانه التعامل مع الكره المعكوسه خطر بالنسبه للمدافع وبالنسبه لحارس المرمى الاثنين. يعني اذا هي بتدور في الحته السليمه، والحته السليمه اللي بنتكلم عنها دي اي كره بتدور ما بين خط السته وخط ال11 دي خطر، لانه ما بيعرف حارس المرمى يطلع عليها. نعم. وما بيعرف المدافع يعمل شنو، وبتبقى في الحته بتاعت الربكه في التردد ده اذا هي في تعامل في نوع من التفوق العددي او في عدديه جايه من الخلف بتبقى في اشكاليه في هذه. نعم. المساله. يبقى بالتالي لابد من انه الجهاز الفني ده يتعامل مع شكل الاطراف بصوره مختلفه.
يبقى عليها تكفيل شديد. خليه يشتغل عن طريق العمق. اذا بقى يشتغل عن طريق العمق بدلا على الاطراف بتبقى فيها صعوبه، لانه هنا في تواجد بتاع كثافه عدديه اكبر، بيبقى الاختراق صعب. ده كمان بيحتاج لانه لازم الهلال يفكر في كيفيه التعامل مع الزود نفيس. لانه الهلال اذا لعب بصوره فلات مسطحه بتلقى اي زول في ظل الاوفسايدات الفيجا الصعبه دي. ودي واحده من المشاكل بالمناسبه برضو نحن قاعدين نغفلها. يعني بالضروره المفروض اللاعب ذاته يكون اخذ جرعات تثقيفيه في كيفيه التعامل مع القانون بتاع كره القدم. لانه في حاجات كثيره جدا هو بيفتكر انه اللاعب ده اوفسايد وهو اوفسايد. لانه اصل الاوفسايد بيجي يتحسب اذا اللاعب ده ما ادى يده، ما في زول بيحسب ليه اوفسايد لانه اليد ما بتدخل جون. ده كلام سليم. لذلك بالضبط كده. نعم. تعرف تستعملها بيجت كده. نعم. كل القوانين الان اللي بتتعامل بيجت في مصلحه احراز الاهداف. نعم. يبقى ما في مصلحه المدافع. لذلك لابد من ان يكون في احتراس كبير جدا، تكون عارف انه انت متين تعمل العمق بتاعك. وده كان واضح لنا جدا عشان اوضحه للناس. وين؟ في كره المريخ الاخيره. الجون الهدف اللي احرز، الهدف الثاني اللي احرزه رمضان عجب في الهلال من الضربه، لما اتضربت اي زول الف با تا سا الخط الدفاعي. انت لما تتضرب الكره دي بتاخد خطوتين لورا ترجع، ده شيء طبيعي. ما ضربت، لما ضربت الكره دي للاسف الشديد طلعوا لي مرقنا. نعم عرفتها. وبقت في شك، يلا اوفسايد اوفسايد الاوفسايد سيفتيري الاوفسايد رمضان عجب ضرب الكره دخلها جون وكان مرتاح، ما كان في اي لاعب. يبقى ده التمركز اللي انت المفروض تكون عارفه وتدربت عليه وبتتعامل معاه بالصوره السليمه. نعم. اذا انت بتعمل الكلام ده صح وقفلت الاطراف بتصعب على الاهلي الضغط عليك، لانه الاهلي هسه ما عنده حاجه يخسرها، الاهلي ده حيشتغل معاك بكلياته انه يحرز فيك هدف مبكر عشان ياخذ المبادره في المباراه. نعم. لانه اذا انت القصه مشت والفتره الزمنيه مشت والكوره بقت ما فيها هدف ومع الوجود الجماهير الكبير جدا توتر. ومع الاشكاليات المتوتره الموجوده بوضع الهلال بالنسبه للاهلي، بيبقى المساله دي بتاثر لدرجه كبيره جدا. صح. وانا افتكر انه ده حيحصل في المباراه، ولو ده حصل لدرجه كبيره جدا الهلال ممكن يطلع بنتيجه. طيب انت تكلمت عن نقطه مهمه كابتن النجي. نعم. كابتن النجي، يعني الهدف اللي احرزه المريخ يعني هو ما من منتصف الملعب الخاص بالمريخ، يعني كان في منتصف الملعب في الهلال. صحيح. يعني يبقى الخروج مشكله حقيقيه. يعني انت صحيح. كمدافع انت في وقت دائما انا كمدافع بطلع لما الكره مضروبه من بعيد. صحيح. عشان اسوق معايا الاطراف معاك الناس. نعم. لكن انت في المكان ضيق، وانت قبل اتكلمت عن انه الكره دائما بتتضرب في المنطقه دي بيحصل فيها التواكل. صحيح. فدي يعني هل النقطه دي يعني الهلال يعني ممكن يكون ما فيها تدريب؟ يعني دي بديهيه كابتن. هو تعرف انا بفتكر انه كره المريخ اللي عبناها دي انا بفتكر كانت فيها فايده كبيره جدا. نعم. لانه الحياة اللي بنتكلم عنها دي حصلت. نعم. يعني وبالذات في العكسيات. يعني انت لو لاحظت كل الاهداف اللي حصلت من كره ثابته، كره ثابته الهدف الاول. نعم. اللي يخطأ فيه وطهر الطاهر كان برضه اتلعب من كره ثابته. نعم. ويتعامل معها بصوره ما كويسه. جات بلنتي، جات بلنتي. صح. الهدف الثاني. نعم. اللي هو الضرب الصيني ضرب الكره. نعم. من الحته وكان فيها اشكاليه. نعم. طيب قبل الكلام ده اتعكست كميه بتاعت كور عن طريق الاطراف. صح. على الهلال فعلا تقريبا واحدة بس جمال سالم اطلع فيها. اطلع فيها جمال. صح. الباقية كلها كانت خطأ، كان فيها مشكلة. يلا دي الإشكالية أنا بتكلم لك عنها. نعم. يبقى أنت بتبقى عندك التردد في أنك أنت تطلع 200 وتطلع كيف. نعم. لأنه الكرات المعكوسة دي ونص أنك بمجرد ما أنت طلعت كحارس مرمى يبقى المرمى بيبقى مكشوف. بيبقى فاضي. المرمى بيبقى مكشوف، أي ضربة للكرة دي سواء كان من خصمك أو على لاعبك هي بتخش جول، لأنه أنت بتكون ما موجود. نعم. يبقى إذا ما تيقنت تماما ما أنك أنت طالع الكرة دي حتشيلها يبقى ما تطلع. ما تطلع. صح. اللي هو التيقن في أنك أنت الكرة دي حقتك لأنه تكون محمي داخل الستة ياردات. نعم. ده كلام سليم. فلذلك أي كرة بتتضرب ما بين الستة ياردات وخط ال 11 نعم بتبقى فيها اشكاليه كبيره جدا للدفاع، دائما بتحدث ربكة. بتحدث ربكة. نعم. في كل الفرق. وبالتالي اذا ما في صيغه موجوده ما بين اللاعب وخط الدفاع الموجود بتحصل الاشكاليه الموجوده. نعم. عرفت كيف؟ لكن اذا الناس واضعه في شكل الحاجات اللي بتعملها متفاهمه ثابته عارفه بتعمل في شنو، كل واحد عامل عمق للثاني، كل واحد مغطي. وبالمناسبه الناس اللي قاعد تفهم ذاته ما زالت التغطيه دي غلط، يعني هي مش التغطيه انك انت تغطي، انت لما تغطي بتغطي الكوره من الجون. نعم. عشان ما تخش، يبقى المؤشر بتاعك الاساسي في شكل التعامل هو اتجاه الكوره دي. صح. يعني حتى المدافعين ديل في التدريب اللي بيعملوا والشغل ده بنشتغله في التدريب انه انت المدافع ده ما بتعايله بتتحسسه. نعم. بتعايل الكوره.
فدي ماذا الموضوع ما كان عشان تاخذ ذاته عشان تاخذ موقعك صح لوكيشن اللي هو ده التمركز اللي انت بتتكلم عنه. نعم. لكن انت اذا بتتلفت تعايل اذا الكره دي تضرب ما تعرف مش هتعرف مش فيش كاريه كبيره جدا. نعم. يبقى عشان كده كره القدم دي فيها حاجات كثيره متاحه المفروض الناس يتعاملوا بيها. شكل التحسس اللاعب تشوفه تضمه جنبك. نعم. بشكل الحاجات اللي هي ما تكون خارقه للمجال القانونيه. كويس. الكلام الحديث غطي كرة القدم واصلة. نعم. ولا في جامع نحن. نعم. انت بالضرورة انه الناس اللي قاعدين دي يكونوا بينبهوا في بعض ابتداء من حارس المرمى. نعم. والخطوط الموجودة والناس اللي بيغطوا لبعض. نعم. بشكل العمق الموجود. نعم. لانه انت لو ما تناغمت مع الزول اللي بتشتغل معاه ده ما بتقدر تعمل الهارموني اللي بيقدر يساعدك في تفاهم. وده بيكون واضح جدا في حالات التسلل اللي قاعد تحصل. عشان كده ما بكون في هارموني. في تردد وفي ايوه ما بكون في توافق. وانت ما طلعت ده طلع وده مشى وده جاء. نعم. فبالتالي بتبقى في اشكاليه. نعم. عشان كده المفروض المزاله تكون اداء موسيقى يعني. نعم. منتصف شغل بتاع الكوره ده شغل موسيقى موسيقى يعني انت كمان اذا اذا ايوه نعم. اشتغلت ما فن الفن. نعم. خلينا نكون واقعيين اذا انت ما عامل بروفتك صح ما ظبطت بتطلع نشاز. النشاز ده. نعم. مشكلته هناك ممكن تعمل اشكاليه للزول اللي بيسمع هنا بدخل في جون بدخل في جون بيقرط حاجاتك. نعم. كله يعني ده لكلامك ده يعني استاذنا محمد خوي الصالحين ما هو كله فن يعني قال انا مرات بكون يعني بكون راقد بكون بسمع نشاز في مذيع في مخارج حروفي قال بتوتر بدعب صحيح. هنا بيدخل جون هنا بيدخل جون يعني دي مشكله حقيقيه. صحيح. طيب كابتن النجاي النقطه اللي انت تكلمت عنها يعني مهم جدا نتكلم عن التحكيم يعني التحكيم وخاصه احنا لو راينا يعني او اتكلمنا دائما احنا كسودانيين نتكلم عن الشيء اللي بيحدث لنا امام الفرق المصريه وحصل كثير جدا ومباراة الهلال الشهيرة مع الأهلي الناس بتتكلم عنها حتى الكاس والأراش وكلام الكثير اللي بدون. نعم. الآن في حصل كلام عن إنه الحكم يتغير هل بتفتكر إنه ده ممكن يكون عنده تأثير على اللاعبين وفي مخيلتهم الأشياء القديمة ولا ده بيعتمد على اللاعب وقدراته وتهيئته نفس الكلام؟ لا لا يلا شوف وده المهم دي الحتة النفسية اللي المفروض اللاعب يكون فيها ثبات الانفعالي بيقولوا الناس بتكون في حياة زي ثبات الانفعالي ما في مزالة انك انت تلعب وكده. نعم. في كل الأحداث المصاحبة للمزالة لذلك انا قلت لك كرة القدم دي ما هي قصة اللاعب في المصطلح البلاستيك ده والجانب عندنا حوالينا في حاجات كثيرة جدا عشان كده لابد انه تكون البيئة المحيطة حولك دي هي سليمة عشان تقدر تنفذ شكلها. نعم. طيب شكل الحاجات دي ومتابعات حتى لو اللعيبه متابعيننا وده ما بخصهم كثير افتكر. نعم. ما المفروض يكون عندها تاثير لانه ذاته الاسباب اللي حولوا بها الحكم ده اسباب هي منطقيه ومعروفه للناس كلها انه عنده مشاركات في البطوله العالميه في قطر يعني. نعم. في هذه الكوره. نعم. وطلب هذه المساله فدي ما فيها اشكاليه. نعم. لكن الشاهد انه شوف ناس شمال افريقيا في شكل التعامل مع الحكام الموجودين انا ما اقدر اقول لك فيها ريبه لكن هم بيهتموا بالمسألة دي بيهتموا بها لأنه بيفتكروا إنه الحكم ده جزء فعال ومؤثر جدا في النتائج. نعم. يبقى أقلها لو ما قدر يخليه في اتجاهه يحيده. صح. يبقى عشان كده هو بيتكلم عنها بطرقة بيجيبها لكن أنا بفتكر الآن ما عادت الأشياء زي زمان. زمان يعني هسه المسألة بقت تختلف المسألة ذاتها بقت فيها هسه الفار وفيها الشغل مربوط كله ذاته بالحكم ده انه انت ذاتك عشان تمشي قدما في شكل الحاجه اللي انت بتعملها دي مطالب بانه يشوفوا شكل ادائك كيف وكده. نعم. لذلك هو ما ممكن يقوم يبيع نفسه بحاجات بسيطه جدا عشان يضيع مستقبله. نعم وبعدين اللي يروحوا برضه فنحن ما نهملها. نعم. ولا نغفلها لكن ما تبقى لنا هاجس. ما تبقى هاجس نحن المهم نفهم شكل القانون الموجود في التحكيم ده المهم يعني 17 ماده انت بالضروره كلاعب المفروض تكون عارف شكل الحاجات اللي فيها. نعم. وبالضروره تكون شوف يا اخ معتصم كره القدم دي عشان انت تفوز فيها اربع اشياء اساسيه انا قاعد اقول الكلام اللي ده. هي الاولى اللي هي التنظيم الدفاعي اللي بنتكلم عنه ده اي فريق الان دارش اللي هو بطوله سواء كان على مستوى العالم ولا على مستوى اي حاجه بيكون عنده تنظيم دفاعي محكم. نعم. ابتداء من المهاجم في راس الحربه لما يفقد لحد حارس المرمى ده. نعم. تمام. ده التنظيم الدفاعي المحكم اللي بيخليك انك انت ما يلج معك هدف. نعم. تمام. صلي. ده اذا انت عندك فيه اجاده بيبقى من الصعوبه ما كان تفقد لانه ما بخش فيك هدف. نعم. اقل اطلع تعادل تكون ضامن التعادل. الحاجه الثانيه ونحن دي فاقدينها لدرجه كبيره جدا اللي هو الانتقال السريع في حاله الاستحواذ والفقدان. نعم. اللي هي دي سرعه كره القدم نحن كرتنا بطيئه الى بطيئه جدا. نعم. واتمنى انه الناس ايقاع يكون زايد وده بيجي بالتمارين بالمناسبه. نعم. يعني انت كل ما ايقاع اللعب يكون سريع في شكل الحاجات انت بتستفيد ليه؟ لانه في مباراه زي دي هسه الهلال حيجي
بكل الاحوال حيلعب متكتل. ليه؟ ما لاي سبب، لانه تفرض عليه المباراه كده. لانه الاهلي ده حيجي يهاجم بكلياته، والتشكيله الاساسي قدامنا ده بيوضح تماما انه الهلال لاعب وده سلوك سليم. طيب يلا انت يبقى عشان تعمل القصه دي، ما انت ما ممكن تقعد طول زمن المباراة قاعد انت مربط كده، لانه دي كرة اخطاء. نعم. وبنخطي. يبقى بالتالي الضغط الشديد عليك ده بولد اخطاء، بالتالي بتولد اهداف. نعم. يبقى بالضرورة انت يكون عندك طلعات. نعم. الطلعات دي بتجي بالكلام الانتقال السريع. الانتقال السريع. نعم. انت استحوذت، لابد من يكون انتقال سريع، سواء كان تمريرا بالكرة او تكون في عناصر عندها سرعة حركة. وللاسف الشديد الان المهارة بتاعت السرعة دي في الملاعب قلت، ما موجودة، نادر تلقى لك لاعب سريع. نعم. ودي حاجة مشكلة. مهمة جدا، لانه بتعول عليها. ليه؟ لانه شكل الاستلام في شكل الضغط الكبير جدا بكليات الفريق، لما تلقى لك لاعب واحده والثانيه وهو سريع بيلقى نفسه مع المرمى، بيلقى نفسه بيدخل جول، والفريق الاخر بيرجع، الفريق الاخر بيبقى الفريق الاخر ذاته بيبقى خايف، ما بيقدر بكليات حساب. نعم. ما بيقدر يمشي بكلياته. نعم كويس. ده اذا افترضنا انك انت سكورتك ما كانت سريعه. نعم. فنحن للاسف الشديد الحيتين دي في السودان موجودات في الفتره الاخيره، موجودات محتاجين نشتغل عليهم. ده كلام الان اذا بقت في الكوره دي بتهدد الاهلي لدرجه كبيره. نعم. جدا، لانه نحن الليله كره الليله دي ان شاء الله حتشوف شروط هجومي للاهلي بصوره كبيره جدا. جدا. نعم. صحيح بيلعب بصوره متوازنه، ما قادر يخش في هدف لانه ملخبط حساباته لدرجه كبيره جدا. نعم. لكن بيحاول بقدر المستطاع انه يهاجم بكلياته عشان يحرز هدف بدري كمان، عشان يقدر ياخذ الانيشيت، ياخذ الصبغ في المباراه. نعم. ودي نحن لازم نعملها. الحاجه الثالثه الصبر. نعم. الصبر ده ونحن في الشارع بنشوفه بتاع المواصلات الحاجات. نعم. في الكوره فيه كبير جدا من المثل لازم. نعم. يكون فيه. نعم. ليه؟ لانه انت محتاج عشان تحرز هدف محتاج تشتغل شغل مختلف، تجي بجاي تلقى مقفول، تمشي بجاي تلقى مقفول. نعم. تجي بالنص تلقى مقفول، ترجع الكوره لورا هناك اللاعب، تبدا ثاني بناء جديد وتحضر جديد. نعم. وتقعد تهيئ رقبتك من جديد وتنوع من جديد عشان تعكس الكوره عشان تلقى لك دور يدخلها. الكلام ده لو انت بتستعجل فقدان الكوره بتبقى عندك اشكاليه كبيره جدا. نعم. كيف ترجع ومع التعامل مع الكوره الصبر على الحاجات اللي بتلاقيك. يعني الليله نحن حنتوقع يكون في استفزاز كبير جدا من لاعبي الاهلي المصري، بنتوقع حيكون ممكن يكون في اشكاليه في التحكيم. نعم. لأي سبب ممكن. إذا حصلت أنت ما تتفاعل مع الحياة دي، لازم يكون صبرك عالي عشان يكون عندك والهدوء، عشان يكون عندك السواد الانفعالي. الأخيرة اللي هي التفاصيل، التفاصيل دي في شغل التعاون أنا بقول لك ده. نعم. تكون عارف القانون، تكون عارف تتعامل مع زميلك كيف، تكون عارف تتعامل مع الجمهور كيف، تكون عارف مع الحكم كيف، ومع الزمن كيف. مع الزمن دي الأهم، دي حاجة خطيرة مع الزمن دي الكورة. شوف أنت لو ما قسمتها لستة أوقات اللي هي الربع ساعة بتتكلم فيها دي تعب تقدر. نعم. بالذات في كورة زي دي. نعم. لأنه الأهلي ده اللي حيجي في الربع ساعة الأولى دي يقول أنا أحرز عشان أرتاح، عشان أرتاح أنا. نعم. ويرتاح لاعبيني ويرتاح جمهوري وأقدر وأبدأ ألعب. أيوة. بطريقتي الدائرة أنا. لكن أنت تلقائيا لو قدرت تحافظ على الربع ساعة الأولى دي بشكل التكتيك العالي اللي أنت حتعمله بقراءتك السليمة جدا للخصم بتاعك والاستفادة من عناصرك في شكل هذه المسألة، وحتى لو عندك إشكالية في اللياقة البدنية لابد أن تقسمها بالصورة السليمة على هذا التقسيم. دي التفاصيل اللي المفروض تدعمها. نعم. عشان تقدر تكمل شكل المباراة، عشان تقدر تقارع النازل، عشان تقدر يكون مخزونك اللياقي متوافق مع شكل الشغل اللي أنت بتعمله. لأنه لو بذلت في النص ساعة الأولى مجهود كبير جدا ومخزونك اللياقي ضعيف، بعدها بيحصل لك انهيار تام. وده قاعد نشوفه كثير جدا يا أخ معتصم في دورينا. في دورينا صح. تلقى التيم في الدقيقة 90 هسه امبارح حصلت الكورة دي. نعم. الطاولة على الأهلي والأهلي الخرطوم كان غالب درن فيه هلال كادوغلي. نعم. في زمن النهائي. فده كله مربوط بعدم التركيز بضعف المخزون اللياقي الموجود. انت لابد من انك انت تتعامل بالتفاصيل الدقيقه دي عشان تقدر تطلع المباراه دي لبر الامان. ده كلام جميل ونحن زي ما قلنا انتهى، لكن نعم. التفاصيل اللي تكلم عنها كابتن نجي دي بترجعني لكلامك الاول، لابد لاعبنا ولابد حكومتنا ولابد وزاره الشباب تهتم بالقطاعات الصغيره، عشان ما نحن لو كان فعلا لاعبنا من البدايه اتاسس تاسيس سليم كابتن النجي، الحاجات اللي انت بتقولها دي كان بتكون اصلا عنده وعنده القدرات انه ينفذها. ونتمنى انه الهلال يا كابتن النجي الليله ينتصر، ونحن حنشوف ترتيب المجموعه. لو عشان انا ترتيب المجموعه حقت او مجموعه الهلال، نتمنى الهلال في يمكن هي دي قدامنا كابتن النجي، الهلال السوداني هنا في الشاشه الكبيره. صحيح. الهلال السوداني النجم الساحلي بلاتينيوم الاهلي القاهري. صحيح. يعني نتمنى انه هذه المجموعه تظل اليوم بعد نهاية المباراة إن شاء الله بهذه الطريقة. نعم. ونحن كسودانيين صراحة بنتمنى انتصار الهلال،
وخاصه احنا بنعيش في جو انتصارات. والله معتصم انت على حسب لونيتك انا والعارفينها كل الناس، لكن لكن والله بحمد فيك انك انت يعني اشكرك راي مهني والله يعني انا بتتعامل بصوره كويسه ودريح طيبه جدا. اتمنى انه كل الناس في السودان الان يكون همهم انه الهلال يطلع بنتيجه. ده شيء طبيعي كابتن النقي. نعم. وزي ما قلت لك انا قبل شويه يعني احنا كسودان في عهد جديد. صحيح. ولا بد نقيف مع بعض. وانا كسوداني انتصار الهلال بهمني جدا، وانا متاكد في كثيرين جدا متعصبين قد يروا الكلام ده كلام غريب، لكن انا حقيقه يعني اتمنى اليوم انتصار الهلال من دواخل قلبي. كابتن النقي انا بحييك وان شاء الله نلتقي بعد المباراه والهلال حقق نتيجه طيبه ان شاء الله. انا شاكر لك على هذه الاستضافه وشاكر للمشاهد العزيز على صبره علينا. وانا اتمنى انه يعني الهلال يطلع بالنتيجه ايجابيه حتى تساعده في المضي قدما في هذا المشوار الصعب. انا بحييك كابتن النقي وباذن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى الانتصار.